رحنا للبنك شفنا تقريبا وين وديتوا هالبين؟ الى مصرف الرافدين الخزينه الرئيسيه، شفنا 23 جثه موجوده هناك واسلاك وما نعرف شنو، لاعبين بالقاصات رايدين يفتحوها ما قادرين، لان احنا قاصاتنا تشب انجليزيه وتحت الارض. فانا رئيس الامناء الصندوق ومعي يعني رئيس الخزائن والمجموعه كلها اللي تخص الخزينه، ففتحنا الخزنه الحمد لله فلوسنا موجوده كما هي، والفلوس بالدوليه 150 مليون دولار موجوده، وبعدين اجيك على 150 مال فرع الزاويه. دخلنا الفلوس، قال لي ماكو واحد يتدخل من عندكم، وياكم باقي لحد الان باقي وياي انت وجماعتك تدخلون جوا وجماعتي اللي نقلون الصناديق هي. فعلا كملوا وحسبنا احنا، قلت له هاي 258، قال لي وهاي ال 800 تحسبها ورقه. قلت له هذه مبلله انا اقبلها، اعطيني 800 هاي 800 خلص على كلامكم انا موقع لكم. قال لا نفرشها بالارض وتنحسب. يا اخي هم جماعته بداوا يفرشون خطوط قد احسبها قد، قلت له 800. قال لي خلاص؟ خلاص. اغلقوا القاصات، اغلقنا القاصات، حطوا المفاتيح بجيبكم. قال لي جيبنا. جيبك؟ لا، جيب جماعتي، انا ما لي حق اخذ مفتاح كمدير عام. قال لهم تروحون الى ان ضياء الخيون يتصل بكم، الى ان يستقر الوضع ويصير دوام، من يتصل بكم ويقول لكم صار دوام تجون. وبقت الفلوس. بقت الفلوس. وجماعتي اختفوا وانا بقتها، اما رحت لبيتي قلت خلاص بعد هذا. وما رجعتوا لهذا؟ ابد، بعد ما شفنا الرافدين. اكو نسخه المفاتيح عند الامريكان؟ لا لا ماكو. انت مطمئن عليها الفلوس؟ انا مطمئن خزنتنا وذولي كلهم ثقه يعني الناس. بعدين افتهمت وين رجعوا المفاتيح ما رجعوها؟ لا هاي مفاتيح الخزائن الرئيسي عندنا، هاي ما منطينها احنا لاي شخص. عندك انت؟ عند الامين رؤساء ومناصب. وبقى المبلغ. وبقى المبلغ. ال 150 مال ال 150 مليون مال الزاوية. انا بالبيت جوني نفس جماعتي. قالوا استاذ يقولون فرع الزاوية النهب. قلت لهم شو اقدر اسوي؟ الا اخابر العقيد. العقيد ويجينا ماكو. صار صديقك هذا. ها؟ يعني صارت علاقة بينه وبين الرجل. بعدين رحت انا للزاويه، انا وياي اربعه من حمايتي يعني، شفنا الناس متجمهرين امام المصرف تقريبا 20 شخص، وياهم شخص يعني عمره بالستين سنه، فسلمت عليهم. قال لي عمي اكو فوضى؟ اكو سرقه فعلا؟ لا لا لا، واقفين باب المصرف وهذا الشخص وياهم. فقال لي عمي احنا هذا المصرف حميناه وما نفتح ابواب هذا المصرف الا يجي ضياء الخيون. قلت له بارك الله بيك، طلعت لهويتي قلت له انا ضياء الخيون ولا تفتح المصرف عفي عليك. وذول العشرين واحد من اليوم يعتبرون هم موظفين في مصرف الرافدين، انا معينهم حراس طبعا، وانت شو تريد انا حاضر. قال لي طلب واحد اريد. قال لي انا عرفك على نفسي، انا ابو حلويات رافل معروف هناك، يمكن رافل لا اعتقد حلويات رافل. قال لي وانا معروف وانا شخص محترم في منطقتي، واحنا الكراده حلفنا يمين ان ما حد يوصل الى مصارفكم. هذا تناسيل باين لو تدرون بي. لا ندري بي بس ما نعرف النهب، ما النهب ما نعرف بي. 150 مليون دولار. 150 مليون و50 مليون يورو وتقريب 14 او 15 مليار دولار عراقي. كان عندنا لازم عراقي لازم ندفع رواتب الشرطه فقلت له ما ينفتح المصرف، والطلب مالك اللي تريده انت اعتبره ماشي. قال لي المولده مال المصرف نشغلها للمنطقه، ما كان كهرباء. قلت له تشغل المولده.
والغاز مال المولد على حسابي، وجيب المشغل الان هم اصرف له بعدين من تستتب الامور. وبارك الله بيك وانا اشكرك، وبوسته ورجعت البيت. وجماعتي قلت لهم يا فاطمه انه يعني ذولي ناس امناء الظاهر ولا يقدرون ينهبون المصرفهم، والفلوس العراقيه حتى برا الخزينه مخلينها. زين بيوت النظام السابق لقوا فلوس؟ والله يا اخي. وبعدين يعني اقول لك احنا اخر شيء صار القرار ان نداوم في مصرف الزويه، لان الاداره العامه احترقت كلها ما حد الخزائن. صار مقركم الزويه. اي صار مقرنا الزويه. داومتوا بالزويه. وداومت، وانا سويت قرار يعني قبل من بدا القصف على بغداد 19/3، قلت لهم شكوا شخص عنده رصيد توفير الأرصدة، توفير جاري كذا، خلوه لي على سيديات كل العراق وجيبوها لي. كل المودعين، كل المودعين وكل فروعنا بالعراق. وما ضاع شيء؟ فعلا سووها وجابوا لي، خليتها بجنطة. الجنطة قلت ما خليها عندي بالبيت لأن أنا يعرفوني هناك. قلت السائق مالي الله يرحمه اسمه جمعة، قلت لا الجنطة أمانة عندك ببيتك، لأن ما يصير ما يفكرون أسرار البنك تصير عند السائق. فمن جينا داومنا كل شخص يجي أريد رصيدي، إيه أنت دكتور حميد هذا رصيدك حبيبي روح صاحبه، ولا فلس ضاع للمواطن. جاوبني على سؤال، لقيتوا فلوس ببيوت النظام يعني؟ أنا ما لي علاقة يعني. هم الأمريكان لقوا؟ مرة واحدة استدعوني قالوا أكو فلوس لقيناها. وين؟ في بيت عدي. وين بيت عدي؟ بالجادرية وين؟ ما أعرف والله وين. وجايبين صندوق يعني يمكن نموذج. قال لي لقوا؟ 120 مليون دولار. دولار. قال لي هذه فلوسكم؟ قلت له لا. قال لي شلون عرفت مو فلوسكم؟ فتحوا لي الصندوق كله مسلفة. قلت له احنا فلوسنا صناديقنا 4 ملايين. حسب توجيهات صدام. حسب توجيهات صدام. وهذه 8 ملايين بها الصناديق، فاذا هاي مو مالتنا. انا اقدر ادعي اقول مالتنا وهاي اللي انباقت هي ويجيبوها، بس ما وين راحت؟ اخون ضمير ما اعرف هاي بقت يمهم ما اعرف. عند الامريكان؟ ما هي من الامريكا. طيب هي الى هي يعني العدي او لكم هي للدوله؟ لا لا هي العد. لا 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 فلوس الشخصيه. ادري ما يخالف هسه هو راح تصادر. هو ما بايكها من الدوله. هو راح تصادر. اي انت المفروض تقول فلوس حتى تدخل بالبنك. لا 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 مو هيك السياق.